لا عم تتصور غنيت غنية غدار مع معين الشريف اللي غنيت اكيد احسن منه بكثير يعني كان عم يجرب يحلب الطبقات ما قدر لي. وسام رح لنا شو مشكلته معي يا عالم شو مشكلته معي كنت كثير مرتاحة كنت كثير نسيان الكل مع انه كثير ساخنة بس انه كثير غنيت منيح انا بعرف كثير غنيت منيح يمكن اول شيء كنت شوي شوي ماشي يعني ما حدا بينتبه حتى انت ما انتبهت بس انه ماني مريضة وعم بصر وعم بعطس ونحن كثير عم شفت مني بس كلهم حطوا لي يا زلة وسامة خلص جمعت الجري طيب يا زلة ثاني توني.